المباراة الرسمية الثالثة لروي فيتوريا مع منتخب مصر بتنتظر حسم التأهل لكأس الأمم الأفريقية. منتخب مصر بيخوض خلال ساعات مباراته الرسمية الثالثة مع روي فيتوريا، هتكون أمام منتخب غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. مباراة بيحتاج منها منتخبنا لنقطة واحدة فقط علشان يحسم التأهل بتاعه، لكن روي فيتوريا بيسعى أن هو يفوز بالمباراة، يسعى أن هو يحسم الصدارة لفك الاشتباك مع غينيا على المركز الأول. 28 لاعب بيضمهم فيتوريا لمنتخب مصر، منهم لاعبين لأول مرة بينضموا تحت قيادته، بيأكد بيهم أن الراجل بيلف بيدور بيشوف كل اللعيبة، وبيأكد أن الباب بتاع منتخب مصر مفتوح لكل اللعيبة. كل التوفيق لمنتخبنا في رحلته مع روي فيتوريا اللي بدايتها كانت مبشرة للغاية، إن شاء الله تكون مبشرة دايما. اهلا بكم، حلقه جديده من رقم 10. خلونا نبدا بها باخبار منتخب مصر اللي بيتصدر دلوقتي المشهد، اللي هي كمان مصر بتتصدر صداره مجموعه تصفيات امم افريقيا قبل مواجهه غينيا في الجوله الخامسه. بيحتاج منتخبنا نقطه واحده، تعادل فقط، علشان يتاهل رسميا الى امم افريقيا 2024 في كوت ديفوار. ده ترتيب مجموعتنا، المجموعة الرابعة. مصر بتحتل الصدارة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، غينيا برضو نفس الرصيد 9 نقاط من 4 مباريات. هنلاقي الفرق ان هو منتخب مصر ليه 7 اهداف وعليه هدفين، غينيا ليها 6 اهداف وعليها 3 اهداف، ده اللي بيفرق بين مركز الاول ومركز تاني. كمان ملاوي واثيوبيا مركز تالت ومركز رابع. اذا قبل بدايه المباراه مصر بتتصدر ترتيب المجموعه الرابعه. خلونا نروح ل كواليس خاصة بالاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر مع غينيا اللي بيخوض فيها الفراعنة اللقاء بالقميص. تم الاستقرار ان منتخبنا هيخوض اللقاء بالقميص الابيض شورت الاسود. منتخب غينيا في المقابل بيرتدي الزي الاحمر والشورت الاصفر. جدير بالذكر طبعا ان هذه المواجهة تبع، يعني هتقام مفروض على الملعب او تبع الاراضي الغينيه او الملعب الغيني، لكن هتتلعب في المغرب علشان الملاعب في مراكش، طبعا في المغرب علشان الملاعب الغينيه غير معتمده من قبل الاتحاد الافريقي. طيب روي فيتوريا بيستقر بشكل كبير جدا على التشكيل اللي هيخوض بمباراه غينيا في تصفيات كاس افريقيا بكره ان شاء الله. الأربع تشكيل هيكون كالتالي، ده عايزين بس نأكد، ده التشكيل المتوقع. حراسة المرمى محمد شناوي، خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح. من اليمين للشمال يا جماعة الرجالة بيصححوني، على أي حال الخط الوسط مروان عطية، محمود حمادة، وأحمد سيد زيزو. أما خط الهجوم هيكون على اليمين كابتن محمد صلاح، وعلى الشمال عمر مرموش، وفي رأس الحربة
السترايكر بتاعنا هيكون مصطفى محمد. إذن ده التشكيل المتوقع اللي هيخوض بيه روي فيتوريا المباراة بكرة إن شاء الله. طيب خلونا نروح بقى للحاجات اللي احنا بنحبها، الأرقام. أرقام البرتغالي روي فيتوريا لمنتخب مصر. روي فيتوريا لعب مع منتخب مصر لغاية دلوقتي 5 لقاءات بيفوز في 5. العلامة الكاملة لروي فيتوريا 5 من 5. بيسجل 14 هدف في 5 مباريات، نسبة تهديف عالية جدا. بيدخل شبكنا أو بتستقبل شبكنا هدف وحيد في 5 مباريات. زي ما قلنا يعني بداية مبشرة جدا لروي فيتوريا مع منتخب مصر. نأمل ندعو الله إن هي تستمر كده. طيب خلونا نروح للأخبار الحصرية لبرنامج رقم 10. والخبر ده يعني أنا بقول عليه إن هو بتاع تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي في الرنج ده. هقول لكم الخبر واسيب لكم انتوا ايه يعني الحكم. كان في ازمه نشبت ما بين مصر وما بين غينيا، علشان احنا زي ما قلنا ان الماتش ده هيتلعب مفروض على الملعب الغيني، تمام؟ بس الماتش نظرا لان الملاعب في غينيا غير معتمده من الكاف، فتم نقلها الى مراكش في المغرب، تمام؟ يعني الملعب المفاتيح بتاعت الملعب مع مين؟ مع غينيا. غينيا رفضت ان مصر تخش، المنتخب المصري يخش يتمرن على ارض الملعب اللي هتتلعب عليه المباراه، ودي حاجه مهمه جدا وحاجه طبيعيه جدا، تمام؟ غينيا رفضت ان هي تسمح للمنتخب المصري ان هو يخوض التمرين بتاعه على الملعب. مسؤولي مصر بيكتفوا طبعا فقط بمعاينه الملعب. المسؤولين قرروا ان هم في مصر تقديم شكوى للكاف ضد منتخب غينيا. كريم رمزي زميلنا معانا من المغرب. كريم، يا صباح الفل. يا صباح الفل يا رجاء، مشرفني ومنورني. العكس، انا بقول العكس، بس انا مبسوط ان انا معاك. بشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول لك من هنا من مراكش بقى مكان منتخب مصر ومواجهته غدا ان شاء الله امام المنتخب الغيني في تصفيات كاس الامم الافريقيه. عايز اوضح حاجه بس فيما يخص ملعب التدريب او الازمه اللي حصلت النهارده في بدايه حديثي. هو المنتخب تدرب على ملعب التدريب النهارده، تدرب يعني هو خد مران وخلص المران كمان. بس هي المشكله كانت فين؟ المشكله اللي عملت ازمه عند حازم امام المشرف العام على منتخب مصر وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره، وروي فيتوريا المدير الفني اللي كان متضايق جدا النهارده، كان مزعج جدا جدا من الحصول. ايه الازمه؟ الازمه ان المنتخب النهارده كان هيتدرب الساعه 7 بعد المؤتمر الصحفي اللي هو كان الساعة 6. جت اوكي بعثة المنتخب الغيني وقال لك لا، انا عايز انا اللي اتدرب الساعة 7. يا عم يا استاذ يا فندم، ده بلاد رسمية، ده قرار كاف. لا انا هتدرب الساعة 7. عارف انت زمان لما كنا بنحجز بلعب كورة يقول انا اللي جيت الاول فانا اللي هتدرب الاول، فين النهارده بالظبط عملت كده. طيب راح عمل ايه؟ المنتخب بسرعه راح ارسل ايميل للكاف قال لهم يا جماعه الحقونا، الموقف كذا كذا كذا، واحنا ميعادنا الساعه 7 والمنتخب الغيني مصمم ان هو يتدرب الساعه 7. فرد الكاف للمنتخب المصري وارسل ميله للمنتخب الغيني ان المنتخب المصري هو اللي يتدرب الساعه 7. راحت غينيا ردت بايه بقى؟ قالت لا احنا هنتدرب وغرمونا، غرمونا اللي تغرمونا بيه. كان موقف غريب جدا من المنتخب الغيني. روي فيتوريا من الساعة 6 للساعة 8 هو قاعد متضايق جدا من بعد المؤتمر الصحفي، قاعد متضايق جدا ومتضايق جدا. كابتن حازم امام اول ما شفته النهارده كان متضايق جدا، بيقول انا ما شفتش حاجة تحصل شبه دي قبل كده، أول مرة أشوفها في حياتي. فالموقف كان غريب جدا والمنظر ما كانش طبيعي وكان الموضوع صعب جدا. الأزمة خلصت على خير للمنتخب، خلص المران بتاعه على يعني حتى كمان يعني مع يعني بالاخذ في الاعتبار لهذا الموقف الطفولي اللي حصل ما بين المسؤولين في غينيا، بس الحمد لله يعني عدت على خير. طيب هو عدت على خير والمنتخب اتدرب الساعه 8 بشكل طبيعي. كان لا يعني لما راح فيتوريا الساعه 6 المؤتمر الصحفي كان معاه محمود تريزيجيه، هما الاثنين اللي حضروا المؤتمر الصحفي، كان لعيبه المنتخب كلها لسه ما جاتش، فهم اخروا وصول لعيبه المنتخب. لعيبه المنتخب ما انتظرتش والموضوع عادي. بالمناسبه
الفريق الضيف اللي هو منتخب مصر في هذه المواجهه، حتى لو المواجهه تقام في المغرب بسبب الظروف اللي في غينيا، غينيا هي صاحبه الملعب في هذه المواجهه. فالفريق الضيف هو اللي بيتدرب، مش بس اشرح للساده المشاهدين، هو اللي بيتدرب ليله المباراه في نفس موعد المباراه. تاني، فريق الضيف هو اللي بيتمرن ليله المباراه في نفس موعد المباراه. فالمباراه بكره بتوقيت المغرب الساعه 7 مساء. المنتخب كان المفروض يتدرب النهارده ايضا 7 مساء، ده ما حصلش. المنتخب الغيني هو اللي اتدرب الساعه 7 مساء. عدى الموقف والامور يعني ما كانش فيها ازمات اكتر ما هي ازمات اداريه وجبلات رايحه جايه، بس الامور كانت جيده. عايز ارجع لك للمؤتمر الصحفي بقى اللي قبل الازمه دي. المؤتمر الصحفي النهارده لوي فيتوريا كان هادئ جدا كعادته، بس الحاجه الوحيده اللي انزعج منها هي سؤال حول ليه مصر بتلعب مع جنوب السودان مباراه وديه، ليه ما تلعبش مع منتخب كبير، ليه ما تلعبش مع منتخب من منتخبات الصف الاول. قال انه انا ما كنتش عارف اصلا ميعاد المباراه بتاعت غينيا، احنا اللي بنلعب يوم 14 وباقي المنتخبات الافريقيه بتلعب يوم 17 و18، انا مش لاقي اصلا منتخب اقدر احجز معاه زي ما بيقولوا كده يعني، والعب معاه مباراه وديه. في الاخر لعبت مع منتخب جنوب السودان المباراه الوديه القادمه يعني، هلعب معاه عشان هو المنتخب المتواجد في مصر، هلعب معاه وخلاص. يعني اعتراض على الكاب واعتراض على الاسلوب الكاب في التعامل مع منتخب مصر. قال ان دي اجابته للمره الثانيه بيقولها بعد ما قالها مؤتمر الصحفي وقت اعلان قائمه المنتخب لهذا المعاصي. هو منزعج، هو منزعج من الحاجات الاداريه. بخلاف ذلك سالته انا شخصيا عن امتى يبقى في قوام اساسي واضح لمنتخب مصر، خاصه انه من ساعه ما جه روي فيتوريا هو في قوام اساسي، بس في 20% او 25% لاعبين بتتغير مع كل قائمه. هو الراجل رد وقال ده طبيعي حسب حاله اللاعبين وحسب مستوى اللاعبين، احنا بنحاول نوصل لافضل ارقام للمنتخب. ما حددش ميعاد امتى يوصل لهذه المرحله، بس هو اللي بيقول ان هو بيستكشف وانه بيتفرج على كل مباريات الدوري المصري وبيطلع منها لعيبه مميزه. تريزيجيه النهارده اتكلم عن منتخب مصر وقال ان احنا هدفنا نركز على المباراتين القادمتين، وقال انه اي مباراه لمنتخب مصر هي مباراه مهمه، مباراه غينيا هي مباراه مهمه، حتى لو الامور في التصفيات الى حد كبير منتخب مصر وصل لمرحله جيده فيها وان شاء الله يصعد لكاس الامم الافريقيه. تحدث ايضا على مواجهه جنوب السودان وقال ان هي ايضا مباراه مهمه، قال انه حتى لو مباراه وديه فهي مباراه مهمه لمنتخب مصر. ده تريزيجيه اتسال كمان عن موقفه من العروض القادمه ليه، هل سيرفع عن كلابسون، هيروح فين بعد كلابسون. قال ان هو مش هيتكلم في الموضوع دوت الا بعد نهايه المباراتين، مباراه مصر وغينيا ومباراه مصر وجنوب السودان. ده الوضع الحالي. روي فيتوريا كان زي ما بيقولوا كده ايه لطيف النهارده مع الساده الصحفيين والاعلاميين، تحدث معهم وقال لهم ان هو عقد اتفاق كبيره مع منتخب مصر، وحاسس ان منتخب مصر الفتره اللي جايه هيكون ماشي بشكل جيد جدا وبشكل رائع جدا. النهارده كل اللاعبين شاركوا في المباراه، لاعبي النادي الاهلي نتحدث عن كل اللاعبين اللي كانوا موجودين مع النادي الاهلي وانضموا لمنتخب مصر، ادوا بشكل رائع جدا في التدريب النهارده. محمد صلاح كالعاده متواجد، ومحمد صلاح الجميع بينتقل حوله في المغرب، وطبعا حتى بعثه المنتخب الغيني كانت موجوده النهارده. حصل بين محمد صلاح ونبي كيتا الموجود مع المنتخب الغيني سلام، طبعا زملاء في ليفربول الانجليزي، والحاله المعنويه جيده النهارده. الكل بيهني لعيبه النادي الاهلي النهارده، الناس كلها بتتكلم على فوز النادي الاهلي بطوله افريقيه. تحدث فيتوريا وتحدث محمود تريزيجيه وتحدث الجميع عن هذه البطوله الكبيره اللي حققها النادي الاهلي، البطوله الافريقيه. الحاله المعنويه حلوه، انا عندي احساس انه بكره ان شاء الله منتخب مصر هيلعب مباراه كبيره، بالمناسبه ملعب راقش، ملعب محترم جدا، ارضيه الملعب عظيمه جدا. هو في الاول والاخر احنا كده بنلعب على ارض محايده، ما بنلعبش اي مباراه المنتخب الغيني، احنا بنلعبها على ارض محايده، ان شاء الله الامور تبقى جيده. طيب كريم، كمان انا عايز اتكلم معاك في التشكيل، وده تشكيل كان يعني المتوقع الوصل لينا، وعندي كده ايه يعني تعليق شويه. خليني بس اقول لك التشكيل المتوقع اللي معانا. كابتن محمد الشناوي حراسه مرمى، خط الدفاع احمد ابو الفتوح، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خط الوسط مروان عطيه، محمود حماده، احمد سيد زيزو، خط الوسط عمر مرموش، مصطفى محمد، ومحمد صلاح. انا شايف ان في خمس لاعيبه من الاهلي هم يعني ما زالوا في القوام وفي التشكيل المتوقع للمنتخب المصري بكره. رايك ايه في التشكيل، وان كان عندك اي معلومات خاصه بالتشكيل؟ بص، التشكيل ده في اغلب الظن هو التشكيل هيلعب،
باستثناء يعني لسه في تردد ما بين مرموش ومحمود تريزيجيه مين اللي يبدا المباراه، يا ده يا ده، يعني ممكن نشوف بكره تريزيجيه هو اللي يبدا المباراه مش عمر مرموش، خاصه ان تريزيجيه انهى الموسم بشكل جيد جدا مع بريو ترابزون، فهو ممكن يبقى تريزيجيه الاساسي بكره مش مرموش، ووارد طبعا مرموش يلعب. بالمناسبه لويس دوري النهارده في المؤتمر الصحفي قال ان هو مش هيعتمد على لعيبه النادي الاهلي اعتماد كبير، مش كل اللاعبين اللي اختاروا من الاهلي هيلعبوا في مباراه الغد، احنا بنتكلم في اثنين او ثلاث لعيبه بس اللي هيبداوا بشكل اساسي اللي انت قلتهم، وفي الغالب كمان لو الامور مشيت بشكل جيد هتبقى اول التغييرات لعيبه النادي الاهلي، هو فاهم جدا الارهاق وانتقد واعاد انتقاد فكره انه منتخب مصر يلعب يوم 14 بعد يومين من مباراه النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، يوجه انتقاده ليه الكامل. لكن التشكيل اللي انت قلته هو الاغلب هيتلعب بيه المباراه، يا مرموش ايه بس لسه في تردد في المركز ده، وان كان يعني لما سالت النهارده كده وفقست قال لك اداء تريزيجيه حاضر المؤتمر الصحفي، ففي الغالب هو اللي هيلعب المباراه بشكل اساسي. انا بشكرك شكرا جزيلا كريم، دوام التوفيق والتالق يعني كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا. طيب ده زميلنا طبعا كريم رمزي من المغرب، وتصريحات مهمه جدا وكواليس مهمه جدا. طيب خلونا نروح نشوف بقى الكواليس الخاصه للمؤتمر الصحفي روي فيتوريا قال ايه قبل الماتش، وبعد كده بعد ما نخلص التصريحات الخاصه بالمؤتمر الصحفي لروي فيتوريا خلونا على طول مباشره نروح نستقبل الدكتور محمود متولي محلل الاداء، وكلام كبير جدا ومهم جدا على ماتش الاهلي والوداد. مساء الخير جميعا، بكره ان شاء الله هتكون مباراه مهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر. دوز ايكيبس كو فيزارون مويت بون ديزامبانيز نوز دو جوغز انتريورز، فريقين اللي هو مصر وغينيا ادوا اداء قوي والتزام قوي في المباريات اللي عدت قبل كده من الامم الافريقيه. استامز دوز ايكيبس بين بوزيشنادز نو توب دو جروب، مش فالتا de facto ainda ultimar e fechar quer um quer outro a classificação. طبعا الفريقين يعتبر هم المتقدمين المجموعه بتاعه مجموعه المنافسات لتصفيات امم افريقيا، ولكن فريق غينيا او فريق مصر ان شاء الله الاثنين بيسعوا ان واحد منهم يتقدم المجموعه ويكون هو قائد المجموعه في التاهل لامم افريقيا. سيرا ان جوغ ديفيسيل كونترا مي ايكيبا ريشياده دو بون جوغادورز كستون تودز اجوغان اوروبا. المباراه هتكون مباراه صعبه ضد فريق يتمتع بعناصر كثيره كلها بتلعب في الدوريات الاوروبيه. اجوغان اوروبا سو بوركي تاين ريتمز كومبيتيتيفز ايلفاد اي تاين بوز ليغاس، وغير ان هم بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه هم بيلعبوا برضو على مستويات عاليه جدا في دوريات على مستوى منافسه قويه. مش نو ستامز بريبارادوس بو جو دنتر داكيلو كي بوسيبل ناتورالمنت. Mas amanhã estamos preparados e queremos que o jogo apareça para disputá-lo e fazer tudo para ganhar. احنا طبعا بنجهز نفسنا للمباراه، جاهزين لمباراه غدا ان شاء الله، بنشوف برضو ان احنا بنحاول ندعم نفسنا بكل ما نستطيع من اجل ان احنا نؤدي مباراه جيده بكره ونسعى منها الى الفوز وحصد نقاط المباراه. Sobre os jogadores, nós temos quatro jogadores que tinham acabado três jogadores tinham acabado o campeonato mais cedo. طبعا بالنسبه للاعبين احنا عندنا ثلاث لاعبين انهوا الموسم الرياضي بتاعهم في وقت مبكر شويه. Os outros estão a competir no campeonato do Egito. Trezeguet também teve até mais tarde um pouco. والباقيين ما زال في المنافسات، يعني جزء كبير منهم في الدوري المصري، وكمان تريزيجيه يمكن خلص الدوري متاخر شويه. O que temos é de facto essa diferença de ritmos de trabalho que agora não era muito vantajoso. E quer dizer, três jogadores que tiveram mais parados, os jogadores do Arley que tiveram a trabalhar e que não puderam treinar connosco praticamente. طبعا كان في يعتبر اختلاف في الريتم بتاع اللاعبين من عنصر لاخر، لان في بعض اللاعبين اللي مروا بالتوقف ولاعبين تانيين اللي هم كانوا بيجهزوا للمباريات زي مثلا لاعبين الاهلي. كذلك اللاعبين اللي خلصوا متاخر. Não foram as condições
Deixa. Fala. Não foram as condições ideais. فالظروف بالنسبة لنا ما كانتش هي أفضل ظروف للمباراة. مش estamos cá para arranjar soluções e não arranjar problemas. ولكن دور المدرب ودور الجهاز الفني إن إحنا بنسعى من أجل إيجاد الحلول وليس إن إحنا نصدر مشاكل. Há lote de jogadores que já têm estado a trabalhar comigo e que vêm mais vezes. في جزء من اللاعبين طبعا اللي هي اشتغلت مع المدرب اكثر من معسكر وبيحضروا معاه وحضروا اكثر من معسكر معاه. Desta vez trouxemos 28 jogadores mais jogadores. في المره دي او في المعسكر ده احنا حضرنا 28 لاعب يعني يعتبر عدد اكبر شويه. E desses foi 7-8 que não tiveram comigo até agora. São 30%, o resto 21 jogadores já tiveram comigo. فنقول مثلا ان منهم 7 لاعبين او 8 لاعبين اللي هم كانوا لسه ما دخلوش معانا المعسكر ولكن في منهم 20 لاعب كانوا خلاص مع المدرب وفي المعسكر من قبل ما نبدا. Agora é ganhar este jogo, o objetivo é jogar contra a Guiné. طبعا دلوقتي معانا الهدف الاساسي ان احنا نفوز المباراه غدا ضد غينيا. Depois pensamos no objetivo seguinte. ومنها برضو هنفكر في الهدف التالي قدامنا. Mas isto faz parte das equipas. Eu ando a observar sempre jogadores. Tivemos cerca de, eu diria, 7-8 jogadores que normalmente estão presentes na seleção ou estiveram nos últimos dois estágios e que não estão agora. E, portanto, tivemos de trazer jogadores novos. Isto não tem nada de... O que é que há aqui de extraordinário? يعني يعتبر ما فيش شيء غريب في اللي احنا بنقوله لان المدرب العادي ان هو بيتابع كل المباريات وبيتابع اللاعبين المصريين ولكن اختلافا بس عن المعسكرات اللي قبل كده هم 7 أو 8 لاعبين اللي احنا ضمناهم مجددا ولكن لظروف خاصه بتمر بيها اللاعبين بتوع المنتخب. Y aproveitamos para também ver os jogadores que estão a ter bons rendimentos nas suas equipas e ver para o futuro da seleção como é que eles se integram no meio da nossa seleção. É no fundo o objetivo também desses novos jogadores. وكمان منها ان انا بتابع اللاعبين بشوف لاعبين بتأدي كويس مع الفرق في الدوري المصري او مع الفرق بتاعتها منها بستدعي اللاعبين وبشوف ايه هو ادائه مع المنتخب وازاي انا بجهز فريق برضو للمستقبل ان هو يكون مستمر مع منتخب مصر مستقبلا. Espero que peço-vos para me ouvirem. يعني اول حاجه انا بطلب منكم ان كنتوا تسمعوا الكلام بتاعي كويس قوي. Vou dizer pela segunda vez isto, porque eu já falei na conferência anterior. يعني دي حاجة أنا يمكن هعلق عليها المرة الثانية رغم إني تحدثت عنها في المؤتمر الصحفي قبل كده. Nós fomos avisados que este jogo era 14, no dia 21 de maio. إحنا وصل لنا الخطاب إن المباراة بتاعتنا يوم 14 بالضبط يوم 21 مايو. Diga-me as equipas que nessa altura estavam prontas para jogar connosco agora a 18. يعني quem eram? Onde é que estavam? O Brasil. Quem eram as equipas? É, e a الفرق اللي كانت جاهزه في الوقت ده ماشي كمنتخبات عالميه قويه زي ما حضرتك بتقول جاهزه ان هي تلعب معانا في يوم 18 سواء البرازيل او دوش مكبار. Quem eram as equipas destas que estavam prontas para começar no dia 21 de maio para jogar a 18. مين بقى الفرق اللي هي كانت جاهزه في يوم 21 مايو من المنتخبات الكبيره ان هي تقرر ان عندها مباراه هتكون يوم 18. Há 3 jogos a 14 de maio de junho agora. في os outros jogos estão todos a ser vão ser realizados a 17 e a 18. ثلاث مباريات بس في منافسات افريقيا اللي هي هتكون يوم 14 الباقي كله متاجل يوم 17 و16 juntamente a isso رغم كل ده uma incógnita muito grande يعتبر com um jogo do Arli no dia 11 que eu não sei como é que os jogadores vão aparecer يعني برضو nesta semana رغم كل الظروف دي برضو كان في مساله اللي هي مباراه النادي الاهلي اللي هي يوم 11 اللي انا مش عارف منها ازاي هقابل اللاعبين او ازاي اللاعبين هتجي لي باي حاله في اليوم اللي بعده. Não falem, quando eu digo, não falem só por falar. Vamos, metam-se na minha cabeça em maio. فبقول لحضرتك يعني احنا ما نتكلمش بس من اجل الحديث ولكن انت حط نفسك حط نفسك مثلا مكاني او مكان تفكيري في شهر مايو. Mas metam-se na minha cabeça em maio. Ok? Temos 8 jogadores dos que têm vindo que estão lesionados. 8 لاعبين من العناصر اللي هي بتشارك معايا على طول في المنتخب مصابين. Eu pergunto, nessa altura, como é que nós juntando estas peças todas, فانا بس بقول لك يعني ازاي احنا في الظروف دي نقدر نجمع القطع كلها؟ Desde março que andamos a falar por causa do jogo. ومن اول شهر مارس احنا بنتكلم على تاريخ المباراه. Não sabíamos quando é que era. مش عارفين امتى. Os adversários que estão vagos é o Sudão que vai jogar amanhã. يعني está no Cairo. الخصم اللي كان جاهز انه او المباريات اللي اديرها قدامنا كانت اكتر من فرصه ولكن الفريق دلوقتي الوحيد المتاح هو السودان لانه موجود في مصر. In Europa as equipas têm todos dois jogos in Europa já marcados há muito tempo. يعني في اوروبا كل الفرق اللي هناك
تلعب مباراتين بس تم تحديد موعد المباراه من وقت مسبق ومن وقت مبكر بالنسبه لنا. Devemos ter momentos para jogar com equipas diferentes. Não estou dizendo nem melhores nem piores, diferentes. اكيد هيكون في فرصه ان احنا نلعب قصاد منتخبات مختلفه سواء اكون افضل او اقل. Mas neste momento ele não fala por este jogo, ele diz para o futuro. Para que as seleções fazem o plano por 4 anos. Então, espera que você faça o plano para o nosso futuro, para fazer jogos. É evidente que agora, depois deste jogo e depois dos jogos que aí vêm, vamos ter em setembro um jogo oficial e um jogo amigável. طبعا من بعد المعسكر ده ان شاء الله لو في المباراه الرسميه والمباراه الوديه في شهر سبتمبر هيكون في مباراه برضه رسميه ومباراه وديه en outubro dois jogos amigáveis في شهر اكتوبر بنسعى ان احنا يكون في مباراتين وديتين en novembro apuramento para o mundial وفي شهر 11 هيكون في اللي هو التصفيات كاس العالم agora vamos sim planear essa fase que existe mas só daqui para a frente وانا اكيد يعني جاهز بان انا بحط الخطه للفترة اللي جاية مستقبلية وعارف بنعمل فيها كويس. E temos previsto o nível, o tipo de equipas que vamos encontrar em outubro e em setembro. Já está tudo previsto o que é que nós queremos. Agora, precisamos de encontrar e vamos pensar nessas equipas depois deste jogo. لدرجة إن أنا كمان حطيت هو التوقعات للفرق اللي إحنا نقدر نقابلها في سبتمبر أو في أكتوبر بس كله متوقف برضو بعد ما خلص المباراتين اللي أمامنا دلوقتي. Eu não tenho nada, não é nada contra si, é só porque às vezes se houve essa conversa destes jogos, porque é que não se joga? Porque na realidade, quando isto foi dito a 21, era muito difícil organizar as coisas de outra maneira, não tínhamos equipa nesta altura, a 21 de maio, para fazer as coisas de outra maneira. فأنا بصراحة مش بتكلم يعني أو بوجه أي حاجة ليك أو حاجة ضدك ولكن أنا بقول لك يعني إن الظروف يوم 21 مايو كانت خلاص بالنسبة لنا الدنيا قفلت تماما مفيش فرق كتيرة متاحة إن هي تقدر تساعدنا إن احنا نقدر نلعب مباراة يا صباح الخيرات رجعنا لكم تاني من الفاصل بينضم لينا في الاستوديو محل الرياضي الدكتور محمود متولي يا دكتور انت مشرفنا ومنورنا ربنا يخليك وانا صراحه بستمتع يعني بالحديث والكلام معاك عشان يعني انت بتتناول الرياضه باسلوب علمي بحت فانا بستمتع والله بالكلام معاك والله وانا بستمتع بالحوار مع حضرتك انا اشكرك شكرا جزيلا خلينا نروح نشوف متابعتك للماتش النهائي اهلي والوداد في الارقام الاحصائيات اسلوب علمي كده ايه مدروس خلونا يعني نبدا على طول بيه شفت ازاي بدايه ماتش الاهلي والوداد الاهلي بدا ماتش ازاي والوداد بدا ماتش ازاي طيب يعني اولا مباراه الاهلي والوداد دي انا بعتبرها انها مباراه تاريخيه للنادي الاهلي يعني تدخل في حيز او نطاق المباريات التاريخيه اللي هيفضل الجمهور يعني يفتكرها يعني في مباريات للنادي الاهلي زي الصفاقسي زي لما كان بيلاعب الاتحاد الليبي وكنا محتاج الاهلي محتاج ان هو يجيب 3 اهداف زي مباراه الاهلي في كاس العالم لليابان في مباريات لان يعني بتفضل عالقه في اذهان الناس وانا بعتقد ان هذه المباراه هي مباراه تاريخيه بكل المقاييس للنادي الاهلي وستظل عالقه في الاذهان لان نظرا لصعوبه الموقف بتاع النادي الاهلي يعني هو الصعوبه او اللي هتفضل عالقه لان كان موقف صعب شويه الناس ما كانش يعني قلقانه كتير كان الناس قلقانه من النتيجه اللي كانت هنا لكن خلينا نروح على طول يا استاذ رجائي للمباراه الاهلي بدا المباراه بالطريقه بتاعته 4-3-3 الناجحه جدا مع مستر كولر وفريق الوداد بدا المباراه بطريقته 4-3-2-1 ما غيرش كتير في اللي هو بيعتمد على راس حربه واحد اللي هو سامبو السنغالي ده اللي هو ظهر بشكل كبير جدا بشكل جيد في المباراه الاولى لكن النادي الاهلي قدر بشكل عام قسم المباراه يعني انا العشر دقايق الاولى هو فاجئ النادي الوداد المغربي بالاستحواذ على الكره وده كان واضح جدا من تعليمات كولر ان هو استحوذ على الكره كان في تدريبات
بشكل يعني نقول جيد جدا للناحية للمنطقة الأمامية، وإن كانت ما كملتش بنواحي هجومية مؤثرة في المنطقة الأمامية، لكن الاستحواذ العشر دقائق الأولى للنادي الأهلي أربك حسابات المدرب البلجيكي للوداد المغرب. ثم بعد كده ونجح الكولر إن هو يعزل، لأن كان نص الملعب زحمة جدا وهما كانوا قاريين الآن النادي الأهلي قرى كويس قوي الحسوني المدرب اللاعب الوداد ده، لعيب كده يعني زي لعيب الزمان بيمسك كرة بيبصم على كل كرة، فكان النادي الأهلي مستر كولر خلى فيه ضغط عليه باستمرار، فأصبح إن هو كان صانع لعب، فأصبح حتى الكور اللي النادي الوداد بيلعبها للأمام للراجل السنغالي ده ما كانتش موجودة. يمكن في مباراة القاهرة جات له كور أكتر من المباراة، كان معزول تماما، وده بفضل طبعا وسط الملعب وفضل المدافعين. يمكن الحاجة الوحيدة اللي اعتمد عليها المدرب الوداد هي الكرات الثابتة، واحنا قلنا قبل كده استاذ رجاء هنا ان هو المدرب فاندر بروك ده رابع مباراة له، يعني هو مسك في ماتشين سان داونز والأهلي، فهو في الفرق اللي هي زي احنا ضربنا مثال قبل كده بنادي الزمالك، المدرب جديد جاي بيبقى حاجتين مهمين جدا بالنسبة له، الضربات الثابتة لانه مش هيلحق يعمل كل حاجة، ثم النواحي الدفاعية او الدفاعي، غير كده صعب ان هو يشتغل بشكل كبير، لكن دي حاجتين مهمين لاي مدرب يجي لاي فريق، ولذلك هو اعتمد على الضربات الثابته، وكان دي مشكله شويه. وانا يعني الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اخذها على كولر، رغم ان كولر هنتكلم عنه كتير كمدرب هايل، لكن ان هو ما نبهش او ادى تعليمات للاعبين بشكل كبير ان انا اتحاشى الركلات والفاولات اللي جه منها الفاول، يمكن قبليها جه فاولين برضو بنفس الطريقه ونفس يحيى عطيه الله ده الاشول، وكان ممكن برضو يسجل منهم. ده حقيقي. فدي حاجه كان مهم، يعني ده اللي اعتمد، هو ده اللي اعتمد عليه، وده ينقلنا للسيناريوهات اللي كولر لعب بيها او ادار بيها الجيم بتاع النهائي، وفاندر بروك ادار السيناريوهات، من كان له الغلبه في قراءه الملعب وتغيير سيناريوهات المباراه. دي نقطة مهمة جدا يا استاذ رجائي، ان المباريات النهائية لازم انا كمدير فني ابقى حاطط سيناريوهات، انا اعتقد ان السيناريوهات انا حاطط النهارده ان انا هتقدم مثلا، أو ممكن اتقدم، ايه السيناريو بتاعي لو انا تقدمت، ده مدرب الوداد لو انا حرزت هدف، طيب السيناريو او انا مدير فني بقى مستر كولر، انا لو انا دخل فيا أو تم احراز هدف في مرماي، ايه السيناريو بتاعي عشان ارجع للمباراه تاني. فاعتقد ان هو ان مستر كولر السيناريو الارجح او اللي نجح في اداره السيناريو بتاعه اللي هو حطه في دماغه، وده لازم اي مدير فني بيحط السيناريوهات دي. واعتقد ان المدرب البلجيكي اخفق شويه في السيناريوهات، لانه ارتبك جدا بعد ما النادي الاهلي بعد ما تم احراز الهدف فيه وقف على رجليه، ومستر كولر عمل تغييرات في الشوط الثاني موفقه جدا. هو بعد بقى المدرب الوداد بعد ما دخل فيه الهدف النادي الاهلي ما كانش هو عامل السيناريوهات اللي هي تتناسب مع هعمل ايه، بدا يعتمد بس فقط على الكرات الطويله. ولذلك مستر كولر يعني كان ذكي جدا، نزل عمل التبديلات قفشه والناس واحمد عبد القادر، لان هو الكرات الطويله او الكرات العاليه محمد عبد المنعم امتياز وياسر ابراهيم في رد الكرات دي، فبدا ورامي بعد ما نزل، فبدا ان هو الكرات دي يستحوذ عليها بتعليمات من مستر كولر اللي هو الناس بتوع نص الملعب اللي نزلوا، ويعملوا هجمات مباغته لان هم كانوا بيهجموا، فظهر هجمات للنادي الاهلي خطيره جدا في في في, في, في اجزاء الاخيره من المباراه. ايه اللي يفرق ماتش الذهاب عن العوده؟ هو الاتحاد الاوروبي الويفا او الناس اللي هي دي يعني مش من فراغ عملوا مباراه واحده عشان الاستمتاع، يعني هم اكيد لو هم لقوا ان مباراتين هيبقى فيها يعني ناحيه فنيه واستمتاع كان عملوا مباراتين، لكن هم لغوا المباراتين لان المباراه الواحده او المباراه الوحيده في النهائي بتبقى خلاص يعني في استمتاع، مفيش وقت ان انا عايز اطلع كل حاجه، انا ممكن اتغلب. فالمباراه الاولى كان في الدوافع مختلفه عن المباراه الثانيه، المباراه الاولى انا بعتبرها اجمل واحسن من المباراه الثانيه في كل حاجه، يعني في الاداء حتى نفس الوداد كان عنده مساحات النادي الاهلي لانه بيهجم، رغم ان النادي الاهلي ادى اداء مبهر في المباراه الاولى تكتيكي على اعلى مستوى واداء متكامل، ولولا ان الهدف اللي دخل فيه ده، لكن المباراه الثانيه كانت خلاص يعني الدوافع اختلفت. انا جاي بدوافع ان انا النادي الاهلي معينه، الفريق الوداد عنده دوافع بس خايف، يعني خايف، يعني هو كان نازل خايف من النادي الاهلي وكان واضح جدا على اداء اللاعبين بتوعه. كابتن محمود انت اتكلمت عن
التغيير في السيناريوهات وقد ايه احنا كان بعد ما نزول يعني التبديلات بتاعه النادي الاهلي كان ليها اثر في ان تنقل شويه وتخفف الضغط عن الدفاع بتاع النادي الاهلي. بس لقينا ان في علامات استفهام او في يعني نقاط كده من بعض اللعيبه من بعض في رعونه شويه في انهاء الهجمات. ليه السبب؟ مع ان المفروض اللعيبه دي نازله لسه فريش لسه مع يعني لم تتحمل ضغوط المباراه من اولها. والعلاج احنا كان هيبقى ممكن في مشكله لو مثلا محمد لو محمد شريف استغل الفرص او احمد عبد القادر ظهر بالمظهر خصوصا محمد شريف جات له فرص كبيره جدا كان هتبقى في مشكله لو الاهلي لو هم بداوا ان هم احرزوا هدف ودخلوا رحنا ركلات الجزاء وكده. ففي اللحظات دي اللاعب اللي بينزل ده مهم جدا. انا منزلك عشان انت ترجحني ترجح كفتي منزلك انا كمدرب عارف انك انت هتروح دلوقتي هم هيهاجموا فعارف ان في هيبقى في ورا مساحات كبيره جدا فانت هتستغل ده. اخفاق اللاعب او عدم تركيزه او ان هو عدم قدرته على انه يطور نفسه دي حاجه مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي. احنا اتكلمنا عند حضرتك هنا قبل كده وقلنا ان مستر كولر مشروع مهم للنادي الاهلي ده حقيقي وعامل حاجه كويسه جدا وراجل جاي يبني. في لاعبين بتطور نفسها وعندها استعداد ان هي تطور نفسها وفي لاعبين ممكن ما يقدروش يطوروا نفسهم. لذلك انا بقول بضم صوتي لحضرتك ان النادي الاهلي بعد بقى ما احنا فرحنا وكده لا لازم يكون في حسابات للاعبين اللي موجودين على الدكه لان طول ما انا فريق بطولات لازم انا دكتي البدلاء عندي بدلاء بشكل قوي جدا. انا رايح العب بعد كده بطوله العالم للانديه لكاس العالم للانديه طيب ده تلعب مانشستر سيتي يعني مانشستر سيتي يقول لك احنا مستنيينكم في دكتور انت قلت حاجه مهمه جدا اللي هي ليها علاقه بيه ان ده نادي بطولات وكنا اتكلمنا قبل الهوا كنا بنتكلم على شخصيه البطل كنت بتكلم بتقول لي ان في معايير دوليه بيتم قياس يعني مردود هذه الفرق على هذه المعايير وبتقول لك قد ايه ان هذا الفريق له شخصيه بطل ام لا. معظم الاتحادات خاصة زي الاتحاد الانجليزي الاتحاد الالماني بيعملوا المعايير حتى لتقييم اللاعب. يعني الاتحاد الانجليزي عامل تقييم اللاعب ومعايير لفرق البطولات عشان الاندية تسترشد بيها. انا دوري كاتحاد وكلجنة فنية جوه الاتحادات الكبيرة دي ان انا احط المعايير دي. يعني حتى في تقييم اللاعب الاتحاد الانجليزي عامل حاجة اسمها الفور كورنرز دول اربع نقاط كده للاعب بدني ومهاري وخططي واجتماعي ونفسي. يعني اجتماعي اجتماعي ازاي يعني الاجتماعية ان هو بيتواصل ازاي مع زملائه. انا اقول لحضرتك يعني هو مفسرها كده بدني معدل لياقة وجري جيد مهاري وخططي مع بعض في البوينت بتاعهم مهاري ازاي هو التحكم في الكرة درجة تحكمه في الكرة هو بالمصطلح كده الاتحاد الانجليزي ثم الخططي التحرك بدون كرة ثم اجتماعيا كيفية التواصل مع زملائه داخل الفريق ونفسيا بقى ازاي قدره على ان هو في لحظات السقوط او الخذلان او عدم تحقيق البطولات انه يقوم تاني. دول اربع نقاط محطوطه الاتحاد الانجليزي حاططهم. طيب النقاط برضو المعايير اللي هي اللي في اتحادات كتير وانا يعني دي لكل لاعب لكل لاعب تقييم اللاعب الاتحاد الانجليزي حاطط الفور كورنرز دول لتقييم اللاعب اللي هم البدني والمهاري والخططي البدني لوحده مهاري وخططي اجتماعي بعد كده اجتماعي وبعد كده نفسي نفسي معايير بقى الفريق البطل دي معايير مهمه جدا اولها ونشوفها بقى نقارن بقى هل النادي الاهلي في الحالات دي بيعتبر من فريق بطولات وليه النادي الاهلي فريق بطولات تنطبق عليه المعايير دي ولا لا. مدرب جيد يجيد بناء الفريق للمستقبل طبعا موجوده في مستر كولر. طيب لاعبين جيدين عندي لاعبين جيدين يستطيعون اللعب في اكثر من مركز بدلاء مؤثرين ويستطيعون تغيير المباراه اللي انا قلت لحضرتك عليها في اوقات معينه من المباراه سرعه التحول او التحول اللعب من الدفاع للهجوم او العكس التنوع في مصادر الهجوم يعني ده برضو النادي الاهلي بيعمله. النهارده النادي الاهلي صحيح جاب كره ثابته ودي متدرب عليها النادي الاهلي مش طبعا. من فراغ محمد عبد المنعم حاجه وعلي معلول بقى كابي بيست يعني اتكررت كذا مره مركز استاذ يعني. رجائي زي فكرنا بجلبرتو وفلافيو زمان لكن انا تنوع مصادر الهجوم النهارده من العمق ومن الجناب ومن الكرات الثابته دي كلها من مصادر دي كلها حضرتك نقاط ليه بتخلي ده فريق بطولات يعني دي من الحاجات المهمه بس جدا. ده دكتور محمود ده احنا بنتكلم
مهاري اكتر وخططي اكتر، بس الجزء بقى البدني والاجتماعي والنفسي ده اللاعب يعني، ما هو ده فريق البطولات بيعتمد على اللاعبين. تمام. طيب اللاعبين عندهم الشغل بقى اللي المدرب بيعملهم مستر كولر، اللي هو الاربع جوانب اللي احنا قلنا عليهم دول، دول لازم يكونوا موجودين في اللاعب. ولذلك هتلاقي حضرتك عندنا زي ما حضرتك بتقول الامثله، يعني مثلا محمد شريف احنا مش لعيبه كويسين، واحمد عبد القادر، لكن في عندهم حاجات لازم تكمل، في عندهم حاجات لازم تتطور. هل مثلا المردود البدني لمحمد شريف وعبد القادر عايزين نشتغل عليه مثلا شويه؟ مش شرط المردود البدني، ممكن جدا طبعا دي حاجه مهمه، حاجه مهمه جدا، لكن ممكن جدا حاجه اسمها التصرف في الكوره ساعه ما، يعني انا ازاي يعني انا تحرك من غير كوره، والتحرك بالكره لو انا المواقف اللعب المختلفه محتاجين محمد شريف واحمد عباد. محمد شريف محتاج ان هو يتحط في مواقف كتير مشابهه للي بيحصل في المباراه ويتصرف فيها بطريقه صحيحه ويتحاسب عليها. اما احمد عبد القادر ما اعتقد ان مستر كولر قال له كتير واداله فرص كتير ان هو لازم يميل شويه للعب الجماعي. المراوغه المجديه امتى والمراوغه الغير مجديه دي مشكله. ولاعبين كتير جدا موهوبين بيقعوا في الخطا ده وما بيكملوش. انا امتى ارقص وامتى ما العب مع زمايلي، يعني دي مشكله حتى في الاحتراف. انا ممكن ان انا ابقى رايح بهجمه فانا المفروض اعملها بالعرض بالكوره، لا اعمل المراوغه تاني، فاللاعب اللي هو المفروض يكمل معايا وقف خلاص مات او بقى طلعته بره اللعبه او بقى تسلل. سريعا دكتور، اللحظات الحاسمه في الماتش شفت تصرف كولر ازاي وتصرف فاند بروك ازاي؟ اعتقد ان تصرف كولر كان متزن جدا، وتصرف يعني رغم ان الاثنين بمدرسه اوروبيه، سواء المدرسه السويسريه مستر كولر او فاندر بروك مدرسه بلجيكيه، لكن انا اعتقد ان مستر كولر قدر ونجح في اللحظات الحاسمه بدرجه كبيره، وخاصه في التبديلات وخلنا مغلوب. قدر ان هو، ودي نقطه مهمه جدا، ان هو يهدي اللاعبين بين الشوطين في تفاعلهم على الحكم الغير، يعني اللي انا شايفه ان هو غير زي يعني غير مباراه، لانه بيأثر على اللاعب. قدر ان هو وده موجوده برضو في النادي الاهلي، يعني اذا كنا قلنا دي مشكله وانا برضو شايف انها مشكله، لان بيأثر على اللاعب، انت مش المفروض انك انت طول الوقت تعترض على الحكم لان ده بيخرجك بره الملعب. ده حقيقي. فهو قدر ان هو في اللحظات الحاسمه دي ان هو يمشي النادي، يمشي المباراه زي ما هو عايز، قدر يقتل المباراه، يقتل، مش عايز اقول المصطلح يعني، لا يعني ايه، يلغي الطموح او يهدي الطموح الوداد، ما يبقاش يعني ما يبقاش بالدرجه الكبيره. ودي حاجه مهمه جدا للمدير الفني. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود متولي، يعني حضرتك دايما مشرفنا ومنورنا وبتبهرنا دايما بالكلام الرائع بتاعك، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل عندنا كباتن حسام محمد ومصطفى سمير لعيبه منتخب مصر للكره الشاطئيه. خلونا نروح لفاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مرة تانية. الكرة الشاطئية في مصر يعني من الرياضات اللي هي محققة إنجازات، والرجالة عاملة شغل كويس جدا ورائع جدا على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، بس إحنا عايزين بقى نتعرف على الكرة الشاطئية في مصر. بينضم لينا كابتن منتخب مصر مصطفى سمير، يا صباح الخيرات. صباح الفل. كمان كابتن حسن محمد، يا صباح الخيرات. صباح الفل. عايزين سريعا بقى نتكلم على الكرة الشاطئية، تاريخ الكرة الشاطئية في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول انا بشكر حضرتك وانا بتشرف ان انا مع حضرتك النهارده، طبعا شرف ليا. وانا مصطفى سمير بقى من 2008 في منتخب مصر. فطبعا اللعبه دي هي بدات امتى في مصر؟ هي من 2005. من 2005، انا من 2008، يعني تقريبا انت عاصرت تقريبا، عاصرت كل وجود او ظهور اللعبه دي في مصر. احنا محقق، انا في تاريخ انا محقق البطوله العربيه مرتين، بطوله الاولمبياد في ايطاليا ميداليه فضيه، لعب 8 كاس امم افريقيا، 5 كاس عالم قارات، واخرها كان في كاس افريقيا، وصل للنهائي لكاس العالم، المؤهله لكاس العالم في افريقيا. لعب 8 بطولات وديه دوليه، حاصل منهم على 3، وفي 4 منهم وصل المركز الثاني، ف ما شاء الله معدل فوق ال 170 ماتش يعني. الله دولي ما شاء الله يعني. فتاريخ في اللعبه كابتن مصطفى تاريخ. انا طبعا بكلم حضرتك، عايز اسالك حاجه كابتن حسين،
يعني ايه الفرق ما بين الكره الشاطئيه، كره القدم الشاطئيه وكره القدم العاديه؟ كره القدم الشاطئيه البدني اعلى شويه من الكره العاديه. ومهاري؟ مهاري امهر من الكره العاديه. يعني محتاجه فتنس ومحتاجه فيها مهارات ممتعه زي الباكورد فيها. احنا كمنتخب مصر بنشتغل شغل خماسي على على الرمل، مش كل الكوره فوق والكلام ده. اوروبا بتتميز بالمدرسه اللي هي شغل فوق كله على الطاير وكله في الهواء، احنا بنشتغل شغل خماسي على الارض، بتبقى بالنسبه لنا اسهل من فوق. كنترول بيبقى صعب شويه فوق شويه علينا. بتتمرنوا ازاي يعني؟ ايه التاهيل البدني علشان ما شاء الله يعني منتخب مصر كره القدم الشاطئيه عامل بطولات، عامل انجازات يعني اقليميا ودوليا، يعني بتتمرنوا ازاي؟ حضرتك طبعا بتيجي بالخبره، هي اللعبه طبعا كل ما تكون خبره كل ما بتعرف تستفيد، عارف انت بتعمل ايه. طبعا حضرتك كل البطولات مثلا اللي المنتخب بيحققها والكلام ده كله وانت ما عندكش دوري. يعني المنتخب الوحيد اللي يعتبر محقق نجاحات الفتره الاخيره وقبل كده بس ما عندوش دوري. فالتمرين بتعمل مثلا اذا كان المعسكر قبلها، طبعا احنا الفتره الاخيره يمكن الاهتمام كان افضل شويه طبعا، فحققنا الحمد لله صعود كاس العالم في افريقيا. طبعا في افريقيا احنا اصعب منتخب بيلعب بطوله في افريقيا، الثمان فرق اقوى من بعض. اصعب منتخب بيلعب بطوله، اصعب منتخب بيلعب بطوله في افريقيا من اول لحد الثامن، منتخبات قويه جدا. طبعا حضرتك عارف الافارقه بدني وقوه جدا، وغير طبعا في اوقات بتلعب في درجه حراره عاليه. فالحمد لله بتحقق النجاحات دي وانت ما عندكش دوري. فانا بكلم حضرتك وانا مش قصدي حاجه، ف 15 سنه ومحدش يعرفني، بمثل منتخب مصر وبطلع بتعرف الناس ان انا مصطفى سمير لاعب منتخب مصر. ايه الدعم اللي انتوا محتاجينه علشان، سواء دعم مادي معنوي عايزين نتكلم عليه، علشان اللعبه دي تنتشر في مصر؟ بنشوف بعض اللاعبات يعني احنا انتوا طالعين تم تاهل كره القدم الشاطئيه، منتخب كره القدم الشاطئيه مصري لكاس العالم في دبي. في دبي شهر 11. صح كده، في شهر 11 باذن الله. فاحنا ما شاء الله يعني عاملين انجازات، عاملين بطولات. وكابتن مصطفى انت كمان قلت ذكرت يعني ان انتوا كمنتخب مصر واخدين بطولات كتيره جدا. ايه اللي احنا محتاجينه؟ دعم مادي، دعم معنوي علشان اللعبه دي تنتشر في مصر. هو الدعم المادي حضرتك يعني الاتحاد ما بيتاخرش. بس في ازمات ماليه، احنا عارفين ان الاتحاد عنده ازمه ماليه والكلام ده كله. الفتره الاخيره يعني. الفتره الاخيره الفلوس بتتاخر علينا والكلام ده كله، بس احنا عارفين ان الاتحاد ما فيش جنيه الا ما بيطلع يعني. بس احنا برضو حته سياده الوزير برضو بنناشده، سياده الدكتور برضو اشرف صبحي ما بيبخلش على اولاده ولا اي حد من ابطال مصر اللي بيعملوا انجاز، واحنا مش اقل من اي حد عامل انجاز في البلد. بالعكس يعني احنا صاعدين كاس عالم واخدين كاس عرب، فالمفروض يبقى في تكريم بس نوعا ما، نحس ان احنا بس منتخب مصر. بالحديث عن التكريمات، مكافاه الصعود لكاس العالم كانت تقريبا كام؟ لا والله احنا مش قصه حاجه والله، بس هي احنا طبعا مش ان احنا بنوصل بس معلومه لا احنا عايزين نعرف، انا دلوقتي احنا بس احنا بتقابلنا قصه المشكله ان انا راجل مثلا في لعيبه اتاذت في الانديه بتاعتها في الدرجه الثانيه والثالثه بسبب منتخب، عشان بمثل منتخب مصر. ما فهمتش يعني ايه؟ انا دلوقتي انا ما عندناش، مفيش دوري. فطبعا في لعيبه بتلعب في الدرجه الثانيه والثالثه في الملاعب الكبيره، فطبعا لما بيجي اللاعب بيجي يوصل للمنتخب فبيخيروه ما بين المنتخب وما بين النادي. طبعا حضرتك الانديه دي برضو بتقول ان هو اصلا ما فيش دوري، ما بيضطر ان هو بيجي من النادي. بنلعب ممتاز به وفي ناس بتلعب درجه ثالثه، فبيتبعت فاكس من اتحاد الكوره للنادي. فطبعا النادي ممكن يرخم على اللعيب او ممكن يمضي اللعيب، بس بعد كده بيبتدي هو مش اتحاد الكوره ليه الابر هاند ليه يعني ده الطبيعي، ده السيطره الطبيعيه. بس هي ممكن في حاجات ثانيه حضرتك عارفها بتبقى حاجات تانية هو النادي حضرتك، بس يا استاذ رجاء هو متعاقد معاك، النادي متعاقد معاك مش عشان منتخب شاطئ والكلام ده. الكلام ده احنا لو منتخب اول كره قدم عاديه اقول لك ماشي، النادي بياخدك انت ما بتوقفش يعني عشان انا بس انا والله انا عايز افهم يعني النادي لو احنا في مثلا بطوله كاس العالم مثلا منتخب مصر اللعيب كره شاطئيه متاهل لدبي، اللعيب مثلا ما فيش مشاكل لو حد مثلا والنادي هيقول لك لا والله انا عايزك ما تلعبش معانا، هنا بيخيرك ما بين ان انت بتخسر. حضرتك طبعا عارف ان المبالغ ما بتبقاش جامده ما بين هنا، اللعيب بيخسر لو جه هنا مثلا ساب النادي
وراح المنتخب طبعا حقق انجاز. طبعا بيرجع بيلاقي نفسه المبالغ اللي هو مثلا المبلغ اللي هو الرمزي بالنسبه للاعب ولا اي حاجه، فخسر مشكله النادي بتلكك له في حاجه تانية او ممكن ما بقاش موجود. بتلعب انت طبعا في منتخب مصر، في منتخب مصر على قد طبعا الامكانيات والماديات، فانت طبعا في كل حاجه. اللعيب خدته كام مكافاه التاهل لكاس العالم في دبي؟ احنا لسه مستنيين يعني ان شاء الله. وعدته طيب بكام ان انتوا تاخدوا المكافاه تبقى كام؟ والله احنا اللائحه مش عارفين، احنا بس لان في ازمه بس هي ملايه في الاتحاد، فاحنا بنناشد ان هي مثلا عشان الاتحاد هو طبعا غصب عنه ان دي حاجه غصب عن خارجه عن اراده الناس كلها. فبنناشد ان احنا طبعا اللعيبه ديت غير اللعيبه بتاعه دور ممتاز والناس المحترفين، ناس دي معاها ملايين مثلا ربنا يزيدهم. اللعيبه دي معلش فبيلعب النهارده حقق بطوله، النهارده حقق بطوله، ممكن الفتره الجايه ما يبقاش موجود. اخر بطوله احنا حققناها ايه؟ بطوله عربيه في كاس العرب في جده، كانت في شهر في جده في شهر الشهر اللي فات ده في شهر 5. اكيد بقى اكيد حصلتوا على مكافئات تاني. ما هو هو احنا بنقول كان في مشكله، ما احنا بنقول لحضرتك لا احنا منتظرين ان هي المشكله، احنا منتظرين هي الناس ما بتتاخرش، بس في ازمه ماليه لسه في الاتحاد، ما فيش لسه يعني. احنا مقدرين الكلام ده، واحنا الناس الناس على قد في المعسكر بتديك الامكانيات اللي في متاحه ليهم، لكن الازمه ماليه. توصلتوني ان انا فاكرين يقول لك انت لما بتخبط على الباب مين اللي بيفتح عندكم؟ اخر مكافاه طيب خدتوها كانت امتى؟ من شهرين مثلا. كانت عن ايه بقى؟ خدنا ماتشات افريقيا. ايه ماتشات افريقيا؟ بطولة افريقيا يعني؟ بطولة افريقيا خدنا الماتشات، بس كصعود كاس عالم المكافأة دي بتبقى لوحدها خاصة لوحدها. المشاركة في الماتشات خدناها، خدنا مكافأة المشاركة في الماتشات بطولة افريقيا. تمام. كانت كام؟ ما حضرتك مش ما انا عايز اقول بس عشان الناس تعرف يا جماعة، ما هو في علشان او حتى الزملاء بيقولوا تقريبا ان انتوا خايفين عشان الضرايب. لا لا لا، هو في ضرايب ايه ده؟ ضرايب لا ضرايب هو في حته بس عشان الناس فاكره ان منتخب الشاطئيه عشان احنا مهما يكون مش قصدي مهما يكون مش هتوصل برضو المكافئات حد في درجه ثانيه ودرجه ثالثه. احنا بناخد مكافاه الماتش بتبقى 5000 جنيه وبينزل منهم درجه. 5000 جنيه لمكافاه الماتش وبينزل منهم المباراه. وتقريبا انا جات لي لسه معلومه على الهواء مباشره، ما اعرفش دي اكيده ولا لا، ان مكافاه التاهل لكاس العالم 40000 دولار، صح كده؟ لا 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 احنا بنتعامل بالجنيه. اوكي 40000 جنيه يعني غالبا دولار. لا لو بالدولار ممكن ما نقعدش هنا اصلا. انا بحاول يعني اجر منكم اي معلومه. طيب لا المشكله بس ان احنا مش عايزين قصه ان انا يعني حد يزعل ولا قصدي حاجه. احنا بنتكلم ان احنا ملخص الموضوع، انا بلعب في منتخب مصر. فمنتخب مصر المفروض مميز عن اي شيء في اللعبه. بمثل مش عن انا كمان، اي لعبه فرديه بيمثل منتخب مصر لازم مميز في كل حاجه. اكيد طبعا. الناس ما بتاثرش معانا، الناس على قد، بس احنا بنطلب الدعم اكتر من كده. ومش لازم يعني انا بقول لحضرتك انا مثلت مصر مثلا 15 سنه. قول لي عملت ايه؟ اقول لك انا ما عملتش حاجه. هيجي بطل كوره هيعاني بعد الكوره. لا مش قصه يعني انا لا انا بعد دي بتكلم بصراحه. في لعيبه معانا استاذ رجاي، اللعيبه عايشه في ايجار، لعيب منتخب مصر عايش في ايجار. تخيل انت لما تبقى لعيب مصر الناس حاسداك طبعا. يعني انا من شمال سيناء، قريه بسيطه اسمها الجناين، فعندي في البلد الناس فاكره ان حسان يعني واخد 500000 جنيه ممكن من البطوله الاخيره والكلام ده كله. يعني العربيه ما بيرضاش ينزل بيها البلد عشان الحسن، عشان ما تحسدش. فالناس واخده حته الانطباع ان انت لعيب منتخب، فانت معاك ومعاك والدنيا كويسه معاك. انت عارف انا بوصل رساله للناس ان احنا برضو منتخب بالنسبه للماديات كل الناس بتلعب درجه ثالثه ودرجه ثانيه، مش احسن حاجه في الماديات. الناس بسطة عادي وناس عاديه، واحنا رغم كل ده بنروح البطوله بنحقق، بننسى كل دوت رغم الضغوط. ما عندكش دوري، اللعيب بيبقى في مشاكل في النادي، اللعيب بيبقى عنده ضغوط ايا كان مصاريف ايا كان، بيروح بينسى وبيحقق البطوله دي. يبقى لازم ارفع لهم القبعه على اللعيبه دي بالجهاز الفني. اكيد طبعا لازم يتعمل لهم تمثال، لان ما فيش لعيب بيلعب دلوقتي لو حتى اثرت معاه رغم ان معاه ملايين بتاثر معاه في حاجه ممكن يسيب البتاع وما يكملش. لكن اللعيبه بتنسى كل ده، بتنزل تركز ان انت بتلعب بمصر. مصر احسن من اي حد. مش قصدي ان انا طالما دخلت في البطوله العربيه مصر نمره واحد، دخلت في افريقيا مصر نمره واحد، فبنسى اي حاجه بمثل بلدي. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. مكافئات الفوز اللي بياخدها الاتحاد من مثلا من البطوله العربيه بعد ما كسبنا البطوله العربيه، مكافاه الاتحاد كانت كام؟ احنا والله ما نعرف. مش الحاجات الاداريه دي ما نعرفهاش. انا ما نعرفهاش خالص والله الحاجات لو في حاجه معروفه احنا يعني احنا لا والله ما نعرف. احنا دايما بنحط نفسنا جوه الملعب، تركيز في الملعب. احنا بنركز في حاجه تاني، حاجه الموضوع بس لا 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 انتوا كمان مش فاهمين والله ما نعرف. يعني مثلا الاهلي
لما فاز ببطولة معروف في اللوائح الناس كلها العيل الصغير عارف ان في مش عارف 4 مليون احنا مش عارف عشان شاطئية برضه انا بعرف حضرتك احنا ما مش ما الناس مش عارفه اللائحه والكلام ده كله فاحنا دايما هي بس اللي الواحد بس صعبان عليه ان الناس اقل منك في الاسم مش قصدي يعني عشان اغلط في حد اقل منك في الاسم ومهتمين اكتر منك معلش مصر فوق اي حد سواء عربيا او في شرق اروح على في حد مصر فوق اي حد الناس عندهم دوري وبيعملوا كلام ده وانت بتحقق عليهم وتكسبهم عمان اتكرمت عمان الوصيف في البطوله العربيه اتكرم احنا مسافرين تونس منتخب عمان الوصيف في البطوله العربيه احنا كسبانين في البطوله في النهائي احنا كسبانين في المجموعه وكسبانين في ومنتخب عمان منتخب قوي جدا منتخب قوي جدا في اللعبه ووصل كاس عالم وقبل كده واخد بطوله اسيا احنا الحمد لله كسبناهم في المجموعه وكسبناهم في النهائي يعني ان شاء الله باذن الله انا اعتقد يعني ان الكلام ده يعني اكيد هيتغير اكيد وهيتم النظر الى لعيبه ومنتخب مصر الكره الشاطئيه نظره اخرى اللعيبه والمنتخب همها مش همها فلوس همها ان هي تحقق بطولات تحقق مراكز كويسه ومهمها ان منتخب مصر الكره الشاطئيه يتقلد ارفع المراكز يعني فانا اعتقد ان هو الموضوع ده هيتم النظر الى منتخب مصر للكره الشاطئيه انتوا عندكم في كاس العالم في دبي المجموعه بتاعتكم مجموعه صعبه عندكم برتغال وعندكم ايطاليا في اليونان اولمبياد بحر المتوسط اللي احنا حققنا فيها ميداليه فضيه قبل كده في ايطاليا 2015 احنا الجوائز بتاعتك ما شاء الله الله اكبر ده تكريم اهلي في سينا اهلي ده كل ده تكريم اهلي في سينا ده كمان ده مش اللي ده انا اتكرمت ورحت نزلت البلد وهم كرموني يا جماعه ده تكريم اهالي كابتن حسان محمد في سينا مراكز الشباب هناك واداره الشباب والرياضه في رمانه ومركز شباب الجناين القريه اللي انا ساكن فيها هم اللي عاملين لي التكريمات دي كلها وانا بشكرهم من خلال حضرتك والبرنامج لما رحت زفه وما اتعملتش في الفرح بتاع الزفه يا ما شاء الله والله حسيت ان انا فعلا بلعب منتخب مصر هناك في بلدي كنا بنتكلم على المجموعه دي مجموعه الاولمبياد مش مجموعه كاس العالم الاولمبياد دي اخر مره لعبناها 2015 بحر المتوسط محققين ميداليه فضيه في ايطاليا المركز الثاني بعد ايطاليا مين اللي هو يعني بيحقق مركز اول عالميا برتغال برازيل روسيا ايران واحنا في كاس عالم قارات روسيا بتلعب قويه في اللعبه احنا لعبنا كاس عالم مرات خمس مشاركات حققنا مركز رابع مرتين كسبنا ايطاليا كسبنا اسبانيا كسبنا اتعادلنا مع البرتغال بطل العالم ضربات الجزاء واسبانيا وايطاليا بطل اوروبا كسبناهم وتعادلنا مع ايران كان قبل كده في وكسرنا ضربات جزاء اللي حاصل على كاس عالم القارات وبيوصل لنهائي كاس العالم فاحنا انا من خلال حضرتك بقول ان انا منتخب مصر كره قدم الشاطئيه من افضل المنتخبات بالنسبه لي بعد اليد في النجاحات احنا بنشارك في اي مكان احنا اللي محققين وبقول وبرضو أأكد رغم ان مفيش عندك دوري او الامكانيات اللي هي اللي تفرق مع لعيب منتخب مصر تخليه في حياته بعد كده يبقى حاجه وانا واثق ان صوتكم واصل دلوقتي لاتحاد كره اليد القدم الشاطئيه واثق من الموضوع ده واثق ان هو هيتم اعاده النظر في امر المكافئات وامر الدعم المادي والمعنوي الاثنين المادي والمعنوي لرجاله كره القدم الشاطئيه اللي بيلعبوا باسم منتخب مصر بشكرك شكرا جزيلا كابتن مصطفى سمير شرفتنا ونورتنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسام محمد شرفتنا ونورتنا تسلم حبيبي جماعه ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل كابتن بقى احمد عادل لاعب كره قدم في النادي الاهلي السابق هيكون معانا تفاصيل كتيره جدا عن منتخب مصر وفريق كره القدم في النادي الاهلي اشوفكم بعد الفاصل رجعنا لكم تاني بعد الفاصل عايزين نتكلم بقى على كواليس منتخب مصر كرة القدم ماتش مهم جدا مع غينيا يوم الأربعاء بشرفنا هنا كابتن أحمد عادل لاعب كرة القدم في نادي الأهلي السابق كابتن يا صباح الفل
والف الف مليون مبروك للانجاز التاريخي للنادي الاهلي. الحمد لله. طبعا سعيد ان انا موجود مع حضرتك النهارده، وبنبارك لكل جماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره واللعيبه، وبطوله مهمه اكيد، وللجهاز الفني اكيد بطوله مهمه في تاريخ او مسيره الجيل الحالي. لكن دايما اجيال النادي الاهلي بتبقى بتلعب دايما على البطوله وتحقيق البطوله، وبشوف ان الجيل الحالي هو من اميز الاجيال اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي، فلازم نبارك لهم. بطوله مهمه، بطوله ال 11، وان شاء الله نفكر. انا عندي مشكله يا كابتن. ان شاء الله عندي مشكله كبيره جدا. احنا عندنا بقى لنا دلوقتي يا جماعه، احنا بقى النادي الاهلي بقى له يومين مش محقق اي بطوله، فدي حاجه مشكله كبيره جدا يعني. دي خلي بالك كانت مشكله مستر موسيماني مع النادي الاهلي، ان هو بعد ال 10 فقالوا له ال 11، فقال لك الناس دي بتفكر ازاي ولا فده دي سياسه. انا عايز اقول لك بس ده الجمله دي عشان زمان المخرج زملكاوي، فدي الجمله دي ليه، هو حتى مبسوط جدا يعني. على اي حال ال 12 يا اهلي باذن الله، ونبارك للاهلي في ال 12 ان شاء الله. على اي حال خلينا بقى نتكلم على منتخب مصر، تشكيل بتاع منتخب مصر. يعني في قولان، خلونا كده نستعرض سريعا التشكيل بتاع منتخب مصر المتوقع، وان كان كابتن زميلنا كريم رمزي كان بيتكلم على ان التشكيل ده ممكن ما يكونش هو التشكيل اللي هيتلعب بيه او هيبدا بيه كابتن فيتوريا الماتش بكره ان شاء الله. حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع احمد ابو الفتوح، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خط الوسط مروان عطيه، محمود حماده، احمد سيد زيزو، خط الهجوم عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح. شايف ازاي التشكيله؟ زي ما بقول، زي ما قلت لك دي مش التشكيله الرسميه، التشكيله المتوقعه. شايف ازاي التشكيله ومين ابرز الناس اللي ممكن يستبعدهم فيتوريا علشان بسبب الاجهاد من لعيبه النادي الاهلي؟ اكيد ما فيش شك، انت لو هتكلم على مستوى الثلث الامامي لا خلاف على الناس الموجوده، خط نص الملعب برضو لا خلاف على الناس الموجوده، وان كان لا انا اسف معلش، عمر مرموش او تريزيجيه ممكن يبدا بمين فيهم؟ الراجل الفتره الاخيره هو بيعتمد على عمر مرموش من البدايه، ممكن تريزيجيه بيبقى تغيير. يعني هو شايف وجهه نظر مستر فيتوريا ان تريزيجيه عامل مردود كويس جدا يعني في التغييرات. يعني انا بشوف او ممكن سياسه الراجل من رؤيتي ليه في المباريات او الخمس مباريات اللي لعبهم، ان معتمد على تريزيجيه ان هو ورقه رابحه معاه بره، ومرموش ان هو بيبدا بيه دايما على مستوى الطرف الشمال. دي رؤيتي للراجل، ان تريزيجيه تغيير، زائد ان ممكن في نص الملعب بيأدي الدور اللي ممكن يأديه مرموش او تريزيجيه هو زيزو، لما بيلعبوا مثلا ناحيه الشمال بيلعب 8 ناحيه الشمال، لان هو الراجل بيلعب ديفندر واحد وتمانيتين، بيلعب محمود حماده وزيزو. زائد ان كان قبل كده ممكن اللي كان بيأدي مكان محمود حماده شويه كان النني، لكن الفتره الاخيره كان تعرض لاصابه وما كانش موجود في المنتخب. لكن اللي بيأدي الدور ده ناحيه الشمال ممكن بعض الاوقات هو احمد سيد زيزو، الراجل بيستغله بشكل كبير جدا في الطرف الشمال، ان هو محور اداء لعب منتخب مصر ومفتاح لعبه مهم لمنتخب مصر. لكن ما اعتقدش ان الراجل ممكن يبدا بمروان عطيه في نص الملعب، ممكن يبدا بمهند لاشين، لان طريقه لعبه مهند برده اللي هي السته الصريح، وبيدي حريه بشكل كبير جدا لمحمود حماده او سيد زيزو. فاعتقد ان الراجل ممكن يبدا كده لراحه حتى مروان عطيه او بعض من اللعيبه. برده ليه يعني تاريخ مشرف جدا يعني، واداء رائع جدا مع منتخب مصر مؤخرا، يعني شفناه مع كيروش كان اداء رائع جدا، وكمان يعني مروان عطيه حقه ان هو يستريح شويه يعني. ده مهم جدا. انا بتكلم بصفه عامه على لعيبه النادي الاهلي، ان ممكن الراجل مجبر بكره ان هو يلعب هاني ناحيه اليمين. انا بتكلم في حته مجبر، ان هو مش هيريح، مش هيريحه لانه مجبر عليه، لان مفيش غير هاني في منتخب مصر في المكان ده. زائد ان انت لما كنت بتلعب قبل كده اكرم توفيق ده مش مكانه، زائد ان انت لما كنت بتلعب قبل كده او بتعتمد على عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين ده برده مش مكانه، فانت عندك صعوبه جدا ان انت تقدر توفر باك رايت مع هاني الفتره دي. لكن هاني ببارك له طبعا على اداءه طول الفتره الاخيره، ثبات مستوى بشكل كبير جدا، سواء على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي. مفتاح من اللعيبه اللي هي انا بقول دايما يعني في بعض من اللعيبه، محمد هاني، بيرسي تاو، حسين الشحات، المستوى بتاعهم فرق 180 درجه بعد ما يعني تقريبا كانوا قاب قوسين او ادنى ان هم ما يكملوش يعني الموسم القادم مع النادي الاهلي. الاداء بتاعهم بقى يعني فرق 180 درجه، ففي
زي ما بيقولوا في سحر كده حصل. مارسيل كولر غير تشكيله او طريقه لعب البدني والفني والسايكولوجي النفسي للعيبه. يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول مستر كولر مع اداء النادي الاهلي فرق مع اللعيبه دي بشكل كبير جدا، لان هنا الدور الاكبر على مستر كولر وعوده كهربا لادائه والتحرر اللي حصل مع حمدي فتحي ده فرق مع اداء النادي الاهلي بشكل كبير جدا، مع ان الراجل مستر كولر مع النادي الاهلي ما كانش دي الطريقه اللي بيلعب بيها دايما، يعني كان بادئ ب 4-2-3-1 بعد كده غير سياسه لعبه، لكن عشان ما نخرجش بره منتخب مصر لا الراجل فرق مع اداء هاني، فرق مع اداء بيرسي تاو، فرق مع اداء حسين الشحات، وهنا اللعيبه دي استغلت الفرصه اللي جت لها. دايما لعيب النادي الاهلي لازم مهم جدا ان كيرف المستوى يفضل عالي دايما، ممكن يثبت عند مستوى معين وبعد كده بيعلى تاني. لكن اللي كان فارق مع اداء النادي الاهلي في بعض السلبيات اللي كانت بتحصل ان الاداء مش ثابت، وده اللي كان بينتقد عليه بشكل كبير جدا محمد هاني، ان دايما كان اداؤه متذبذب، في بعض الفترات ممكن يلعب ماتشات كاس عالم انديه كويسه، كان ماتشات تانية تلاقي مستوى متذبذب. ثبات مستوى هاني ده اللي خلاه يحجز مكانه في منتخب مصر، واتمنى له التوفيق لان هاني انتقد كتير جدا لكن حافظ على مكانه وبقى مفتاح لعب مع النادي الاهلي، واعتقد ان هو هيبقى مفتاح لعب مع منتخب مصر. عظيم جدا. لو احنا كنا بنقول ان ده تقريبا يعني التشكيل اللي احنا كنا بنتكلم عليه، شايف ايه ابرز العناصر او مفاتيح اللعب في كتبديلات الاوراق اللي موجوده مع روي فيتوريا على دكه البدلاء؟ اكيد الراجل كل الاوراق اللي معاه اوراق رابحه بيعتمد عليها بشكل كبير جدا. الراجل من نوعيه مستر فيتوريا برده ما بيحبش يغير الخمس تغييرات دي، برده لازم الراجل بيغير التغييرات اللي هي مضطر ليها او عايز يحافظ على طريقه اللعب او حسب سيناريو، لان الراجل من مميزاته انه بيقسم المباراه بشكل جيد. اول ربع ساعه بيعمل ايه، لو لا قدر الله المنتخب دخل فيه هدف هقدر استعين بمين من بره، فالراجل بيقدر ينظم المباراه بشكل جيد، بيقدر يعتمد على اوراقه. هتلاقي في مباريات الراجل ما بيغيرش الخمس تغييرات، زي ما بنشوف جوارديولا مثلا مع مان سيتي ما بيغيرش ولا تغيير، ممكن ما يغيرش ولا تغيير طول المباراه، فدي حاجه الا لما يكون مضطر، يعني زي ما شفنا كيفن دي بروين لما دي بروين لما خلاص، لكن في مباريات قبلها الراجل ما غيرش ولا تغيير. فدي سياسه مستر فيتوريا، عندي اوراق رابحه ممكن اعتمد عليها حسب ظروف المباراه. لكن اعتقد ان الراجل لما بيبدا بالتشكيل ده بيقدر يفرض اسلوب لعبه بشكل كبير، بيقدر يسيطر على كل مجريات المباراه، عنده مفاتيح لعب مهمهم محمد صلاح، الناحيه الثانيه مرموش، مصطفى محمد قوه هجوميه جباره، معدل التهديف عند مصطفى محمد هايل مع فرقته. فاعتقد ان الاوراق الرابحه عند مستر فيتوريا ممكن تضيف في بعض الوقت، لكن ما بشوفش الراجل بيغير كتير. يعني كابتن احمد، لو قلنا ان روي فيتوريا من ساعه ما مسك منصب مدير فني منتخب المصري الارقام بتاعته ارقام مشجعه جدا، يعني احنا عايزين نطلع الارقام بتاعه روي فيتوريا، لعب 5 ماتشات مع منتخب مصر وفاز في الخمسه، العلامه الكامله، سجل 14 هدف واستقبلت شبكنا هدف وحيد. شايف تطور اداء روي او منتخب مصر مع روي فيتوريا ازاي؟ ده يديك مردود دايما ان الراجل مش هنقول بيلعب على مستوى ان هو بيدافع كويس او طريقه لعبه ان هو بيدافع كويس، لكن خطوطه منتظمه، تقارب الخطوط بينها وبين بعض سواء على خط الظهر او مستوى نص الملعب او التلت الامامي، دايما كل اللعيبه بتبقى تحت الكوره، ده مهم جدا، وكان من ابرزهم طبعا محمد صلاح ومساعدته بشكل كبير جدا مع محمد هاني او اي حد بيلعب تحت منه، ودي برضو ما يميز محمد صلاح ان الراجل بينزل وبيدافع، وبنشوفه زي ما شفنا في كاس الامم الاخير راجل بينزل وبيدافع وعنده انكار زاد بشكل كبير جدا. زاد الناحيه الثانيه لان طريقه لعب مستر فيتوريا دايما على اطراف الملعب بيبقى زائد ان انت مأمن بشكل كبير جدا، انا بشوف من افضل 3 في نص الملعب على مستوى مصر الراجل اللي بيلعب بيهم سواء محمود حماده فارق بشكل كبير جدا ادائه سواء مع فاركو او مع منتخب مصر، زائد لو قلنا ان هيلعب مهند لاشين برضه اداؤه فارق حتى مع فيوتشر او مع منتخب مصر، فالراجل بيأمن دفاعيا بشكل جيد، خطوطه متقاربه، في انسجام بشكل كبير جدا في خط الظهر سواء عبد المنعم لما بيلعب ارتكاز او كان حجازي قبل كده ربنا يرجعه من الاصابه، سواء لما بيلعب ياسر ابراهيم اي حد، لكن في عمليه انسجام بشكل كبير، تقارب خطوط بينها وبين بعض، في حرص. هو مش بس بيلعب على التأمين الدفاعي ده كمان، احنا يعني على صعيد الارقام نتكلم الراجل في 5 ماتشات
مسجل 14 هدف، فده معدل التهديف عالي، ده بيقول ان الراجل بيهاجم بشكل اكسسيف بشكل كبير. ما هو دايما الراجل بيفرض اسلوب لعب، دايما بيفرض اسلوب لعب، وزائد ان بيبقى فيه تنظيم دفاعي، لان مهم جدا وانا طالع بهاجم بالكوره مهم جدا منظم دفاعيا، ما بستعجلش على انهاء الهجمه، بفرض اسلوب لعب بشكل كبير. عندك زي ما قلت عندك محمد صلاح من اهم مفاتيح اللعب على مستوى العالم، مش هنقول على مستوى افريقيا بس، زائد ان عندك مصطفى محمد، عمر مرموش، بينزل تريزيجيه بيقدر مفتاح لعب ومهم، تغييره مهمه جدا، ورقه رابحه على الدكه مع بره، زائد التكمله او الزياده العدديه اللي بيعملها زيزو من نص الملعب، بيقدر يبقى في عندك زياده هجوميه بشكل كبير. فالراجل هنا منظم دفاعيا، زائد ان عنده مفاتيح لعب او اوراق تقدر انها تكسبه او مفاتيح لعب تقدر تكسبه، فيعتمد عليها بشكل كبير جدا، فعشان كده تلاقي المعدل التهديفي جيد عند منتخب مصر. شايف روي فيتوريا مع المنتخب زي ما قلنا ان الارقام بتاعته ارقام عاليه جدا ما شاء الله، يعني خمس لعب خمس ماتشات فاز في الخمسه، سجل 14 واستقبلت شباك وهدف بس. شفنا النهارده في المؤتمر الصحفي كان الراجل مش على طبيعته، كان شويه متعصب، ممكن يكون الموقف بتاع مين يتمرن على ملعب المباراه الساعه 7 ولا الساعه 9 واتيفر، يعني هل ده اللي كان مغيره تماما او مخليه زي ما شفنا في المؤتمر الصحفي حد معصب جدا ونرفز جدا؟ لا، هم دايما المدربين البرتغاليين اول مره نشوفه كده، نرفز جدا. احنا مش محتاجين لنقطه واحده بس عشان نتاهل، يعني الموضوع مش عايزه كل النرفزه دي والخناقه دي، يعني لا، هو الراجل او هو الراجل بيدور على مكسب، يعني حتى لو احنا محتاجين نقطه هو الراجل بيدور على مكسب، بيدور على اجواء تبقى تتناسب مع مسؤوليه كبيره جدا، التولي لمنتخب مصر دي حاجه كبيره، شرف كبير جدا، فدايما بيدافع عن حقوق منتخب مصر. لازم الراجل برضه يبقى فاهم ان انت ما بتلعبش في الدول في مكان الدوله او الفرقه اللي انت هتلعب. طب ده كويس، يعني ده دي حاجه في صالح منتخب مصر. ما هي في صالح منتخب مصر، لكن ممكن في بعض الكواليس ممكن احنا ما نكونش عارفها، اللي هي اللي شد الراجل في حته التنظيم، حته ال المسؤوليه اللي عند الراجل تجاه منتخب مصر. ممكن في بعض الحاجات هو ممكن يكون مشدود او متعصب لها او واخدها نفسيا على نفسه، لكن اتمنى ان التعصب ده ما يتنقلش للعيبه او ما يتنقلش في اوضه اللبس للعيبه. اعتقد ان الراجل بيعرف يفصل بشكل كويس، يمكن ممكن بيسبب ضغط على الفريق الخصم من المؤتمر الصحفي بتاعه، لان دايما البرتغاليين كده ممكن بيصدر لك حاجه كاعلام، وهو بيبقى هادي جدا مع اللعيبه، وهو شادد لان عنده هدف معين ان هو عايز يوصله رساله، لكن ممكن مع اللعيبه في هدوء شديد جدا، والراجل بيقدر يفصل في ده كويس. هل تعتقد ان روي فيتوريا لغايه دلوقتي لم يتم اختباره في محك حقيقي؟ اعتقد لسه المباريات اللي انت ممكن تقدر تحكم عليه مدير فني قوي لسه، يعني لسه انت ممكن الفتره دي محقق نتائج ايجابيه بشكل كبير، لكن لسه ما لعبتش منتخبات قويه تقدر ان انت تقيس عليها امكانياته كمدير فني لسه، يعني مش دلوقتي. حتى كمان يعني هو كان قبل كاس العالم كان في ماتش بلجيكا الودي وكسبنا 2، ف يعني ممكن الكره مختلفه شويه، يعني كره افريقيه مختلفه بشكل كبير عن الكره الاوروبيه، ده ممكن الاحتكاك هنا بينه وبعد، انت ممكن تقيس نفسك على الكاميرون، تقيس نفسك على كوت ديفوار، تقيس نفسك على السنغال، دي المنتخبات اللي انت ممكن تقدر تقيس نفسك عليها. لكن ممكن الكره الاوروبيه بيبقى فيها اريحيه شويه، ما فيهاش ضغط بشكل كبير طول المباراه وديه سلسه جدا، مع الكره الاوروبيه ما بيبقاش فيها الضغط او القوه والسرعه اللي بتبقى موجوده في افريقيا، سواء على مستوى المنتخبات اللي احنا كنا على السنغال، كوت ديفوار، كاميرون، دي منتخبات محتاج قوه وسرعه، ودايما في افريقيا منتخب مصر كتاب مفتوح دايما، زي ما بنتكلم على السنغال كتاب مفتوح لينا، الكاميرون كتاب مفتوح، منتخب مصر كتاب مفتوح. لما بتلعب قصاد مفاتيح لعب منتخب مصر، انت حافظ تريزيجيه بيلعب ازاي، بيتحرك ازاي على مستوى افريقيا، مرموش بيتحرك ازاي، مصطفى محمد، لكن ممكن المباراه الوديه هي مش مقياس، لان بيبقى مريحه بشكل كبير والناس واخدها ان هي مباراه وديه، فدي ده الفرق بين الكره الافريقيه والكره الاوروبيه
في النسخه اللي احنا لعبنا فيها المباراه دي. شفنا برضو رويت فيتوريا في المؤتمر الصحفي بيتكلم عن ان هو بيحاول يبني فريق للمستقبل. هل تعتقد ان رويت فيتوريا هو مدرب زي ما بيقولوا كده مدرب المشروع للمنتخب المصري؟ اعتقد ان الاتحاد الكره موفر لكل سبل ان الراجل ينجح. ينجح بشكل كبير، دعم كامل من اتحاد الكره على راسهم كابتن حازم امام، ودعمه المستمر مع استاذ جمال علام وكابتن بركات وكل الساده اعضاء مجلس الاداره، في دعم كامل لمنتخب مصر. اعتقد ان الراجل متوفر لكل سبل ان هو ينجح، زائد ان الراجل محافظ على القوام الاساسي لمنتخب مصر. يمكن ده القوام اللي كان بيلعب مع مستر كيروش، ده القوام اللي كان بيلعب مع مستر كوبر قبل ما يرحل ووصلنا لكاس العالم. فالحاجه الايجابيه هنا ان انت محافظ على القوام الاساسي وعلى راسهم طبعا كمان. يعني في 7 أو 8 لعيبه جدد تم ضمهم للمنتخب، ما هي دي الاضافه قيادته طبعا، دي الاضافه، دي الاضافه الحقيقيه للمنتخب، وانا بشوف ان هي من افضل العناصر اللي بتضيف لمنتخب مصر، يعني ما فيش افضل من كده. لكن الراجل عنده قاعده كبيره جدا، سواء 40 لعيب او 50 لعيب على مستوى مصر، الراجل بيقدر يختار منهم. ده اللي كان موجود ايام كابتن حسن شحاته، مش هنقول بنفس الكفاءه اللي كانت موجوده ايام كابتن حسن شحاته، لان الدوري مختلف، المواهب مختلفه، 6 و8 و10 كانت عندك قاعده لعيبه تقدر تختار منها. شفنا في مع كيروش كان في كاس العرب، شفنا قوام مختلف جدا طبعا عشان ما كانش مسموح ان احنا نضم اللعيبه المحترفه. شفنا قوام تقريبا منتخب مصر بيلعب غير منتخب اللي احنا متعودين على الاسماء. هل تعتقد ان رويت فيتوريا ممكن في الماتشات اللي هو مش محتاج ان هو يسادة فيها كبار الاعمده الرئيسيه للمنتخب المصري يعتمد على الوجوه الجديده؟ ما هنا مهم جدا وانت بتبني، يعني زي ما احنا بنتكلم ان انت بتبني، انت مش هتقدر تعتمد على 16 لعيب او 14 لعيب لمنتخب مصر، انت لازم توسع القاعده وان كله يبقى معاه التصريح ان هو يخش يلعب لمنتخب مصر او ينول شرف ان هو يلبس شيرت منتخب مصر. ونشوف ان الفتره الاخيره كان على راسهم محمود حماده وهو وجه جديد على منتخب مصر، دخل واضاف لمنتخب مصر الفتره الاخيره وفي المباريات الاخيره، والراجل بيعتمد عليه بشكل كبير. ممكن وجهه نظر اي مدير فني ان محمود حماده ما كانش يبقى موجود، لكن الراجل اضاف لعيب يقدر يشيل نص ملعب منتخب مصر، مهند لاشين اللي قدم اوراق اعتماده مستر كيروش. فالراجل واضح ان هو بيبني على ما قبل، وده اللي بيساعده بشكل كبير جدا، وده اللي انا واثق منه هو كابتن حازم امام من اتحاد الكوره، ونقل له عامل له فيدباك لكل السلبيات والايجابيات اللي داخل المنتخب، لان كابتن حازم بقاله كتير عايش داخل منتخب مصر من خلال اتحاد الكوره. لكن الراجل انا شايف ان هو بيبني، عنده قوام اساسي بيشتغل عليه، لان زي ما بقول لحضرتك انت بتتكلم في حوالي 8 أو 9 لعيبه دول، سواء صلاح، تريزيجيه، مستفى محمد، مستوى نص ملعب زيزو، اللعيبه دي بقى لها 7 سنين او حجازي. كاس العالم اللي جاي سنه 2000 وكام؟ كاس العالم اللي جاي، كاس العالم اللي جاي 28 تقريبا، ولا 26 الاسماء دي ما اعتقدش هتبقى مكمله معانا في كاس العالم اللي جاي. لا هتبقى موجوده هتبقى موجوده، لان متوسط الاعمار لسه ما يعني في ناس ما عدتش 30 سنه. ايوه الناس دي كلها في 26 اعتقد هتبقى، يعني مثلا محمد صلاح، كابتن محمد صلاح وتريزيجيه هيبقوا 30 بلس تقريبا، 30 بلس. لا لسه قدامهم يعني لسه قدامهم كتير. يعني انت عندك امثله قبل كده، كابتن احمد حسن الصقر وكلهم لحد 37 كانوا بيقدوا. انا قصدي ان هو لازم يكون في جيل اخر، ان هو جيل يكون مكمل يلحم مع اللعيبه الكبار دي. يعني اللعيبه الكبار دي يعني ممكن مثلا لو هي موجوده في 26، لو احنا عندنا فيجن يعني ال 10 سنين لمنتخب مصر، انت كده احنا هنروح لمنطقه ان انت مهم جدا تحضر. لا خلينا واقعيين، احنا بالنادي من ايام كاس العالم في روسيا. لا يا ري يا جماعه عايزين فيجن عن المنتخب المصري بنعتمد على الناس الشباب الصغيرين. خلينا واقعيين ان احنا بنعاني في قله المواهب في مصر، في معاناه من قله المواهب ولا من قله الكشافين؟ لا موضوع الكشافين خلص انت كده. يعني قصه دلوقتي سمسرة سمسرة ووكلاء. احنا عايزين حلقه تانية معاك يا كابتن عشان نتكلم في موضوع الكشافين ده، وازاي يكون اتحاد الكره او المنظومه الرياضيه في مصر يكون عندها
فيجن لمدة 10 سنين منتخب مصر. بشكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد عادل، شرفتنا ونورتنا. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي مرة تانية. الله يبارك فيك، وسعيد أنا كنت موجود معك. الله يخليك كابتن. الله يخليك. إن شاء الله يا جماعة احنا كده انهينا الحلقة النهاردة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في نفس الموعد. إلى الملتقى، السلام عليكم.